تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي السادس. ورفع رئيس مجلس النواب إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسمى آيات الشكر والتقدير على ما يوليه سموه من حرص على تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يعكس التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مؤكدا أن ما تحقق من التعاون مثمر وبناء يأتي بفضل الجهود المخلصة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتطوير مملكة البحرين وخدمة أبنائها. وأشاد معالي بمواقف صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتعاونه الدائم مع مجلس النواب وما تعكسه الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال هذا الدور، والتي تؤكد حرص واهتمام سموه لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ سموه وأن يديم عليه موفور الصحة والسعادة وأن يسدد على طريق الخير خطاه.